لو ذكرنا ثلاث أسباب أهم الأسباب نعم. هي تكون في سبب نجاح الداعية. رقم واحد توفيق ربنا، إلجأ لربنا، استعن بالله سبحانه وتعالى. يا رب أنا بدعو يا ربي ليك يا رب، يا ربي اجعل الدعوة خالصة لوجهك يا رب، أنا ما عايز من الدعوة دي لا دنيا ولا عايز شهرة ولا غيره. وإلا يا دكتور حسن احنا ما كنا الجيل بتاعي عمرنا ما تخيلنا في يوم من الأيام نطلع في قناة سبحان الله. يعني احنا كل دعوتنا كانت في المساجد، كنا بنلف الدنيا كلها في المساجد، ما كنا نتصور عكس الجيل اللي موجود دلوقتي. في لحظة عندهم حين الجوالات يطلع ويصور ويطلع ايه. إنما احنا لا ما كناش كده صح. احنا يعني أنا أذكر في بداية الدعوة أذكر في عجلة سريعة كده، كان زمان كان في الجمعية الشرعية كان بيوزع علينا جداول، ده الكلام ده من 28 سنة يوزع علينا جداول نروح مساجد. فأحيانا تروح مسجد أنت ما تعرفوش أصلا. فمرة رحت مسجد لقيت المسجد مغلق، فسألت قالوا لي أصل الراجل زوجته بتولد فالمفتاح مع الجزار وكده. فقلت له طب اديني المفتاح عشان عندي خطبة الجمعة يعني. ففتحنا المسجد ودخلت فلقيت نفسي أنا والمؤذن واتنين تانيين موجودين، فقلت بارك الله فيما رزق. فربك قدر في اللحظة دي، قلت يا رب بس رزقنا بزبونين ثلاثة حتى يسمعوا. مش بقولها كده يعني. فالمهم لقيت جنازه معديه ايوه، فسمع الناس بقى ماشيين في الجنازه بره ومشاور لهم. فطلعوا يا جماعه، فقالوا احنا كنا رايحين نصلي عليه في المسجد. قلت له لا تفضلوا المسجد هنا فاضي، تعالوا تفضلوا نصلي. قالوا طب نصلي على طول بعد الجمعه بقى عشان نكون جمعنا الناس بقى وكده يعني. ما صدقت لقيت زباين بيني وبينك يعني. وبعدين كنت محضر خطبه فلقيت لا الموضوع ما ينفعش بقى الخطبه دي خالص، نقعد نتكلم عن الموت بقى. فتكلمت عن الموت وكان موقف مؤثر جدا ان الميت قدامنا واحنا اللي اقصده ان احنا كان دعوتنا في الاول في المساجد فقط، لكن ربك سبحانه وتعالى يقدر ان بعد كده يقدر ان احنا يطلع في قناة الى غير ذلك. فعايز اقول لاي داعيه بيبدا، رقم واحد الاخلاص والاستعانه بالله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة بر الوالدين والفوز بدعاء الام والاب، وانت في دعوتك ربنا هيكرمك وهيبارك لك. رقم أربعة ان انت تاخد بالاسباب، اتعلم واقرا دايما واوعى تقول خلاص انا بقيت تحضير يعني. ما تقولش بقى خلاص انا بقيت عالم بقيت، لان برضو الانسان ممكن يعني يوصل لمرحله من العجب او الغرور عياذا بالله في وقت ما فخلاص لا يقرا، لا اقرا وتعلم ودايما. شوف كما قال الامام احمد مع المحبره الى المقبره. طيب في دقيقه واحده